بوم، هلو ايفري وان، حبايب قلبي، جريد 3، ليتس كونتينيو كونكت سكند تيرم، اتس اور فيرست سيشن ان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ناو ازيك يا مستر؟ طيب يا مستر، وانت طيب يا حبيب قلبي. تعالوا اصدقائي نفتكر حاجه مهمه جدا. السيشن اللي فاتت كنا اتكلمنا عن past simple، الماضي البسيط. احنا لو حبينا نيجي نعمل جملة في الماضي البسيط يا اصدقائي ونقول I tennis yesterday، وهنا هيبقى عندي مثلا play، plays، played، playing. عايزين نختار الحل بتاع number one. نيجي number two ونحط جملة شبهها بالضبط، I didn't tennis yesterday، وهنا هنقول بقى play or plays or played or play. في number one هنختار من A B C D، A B C D. اوكي يا حذيفة، قول number one. It's C. C. Yes, I played tennis yesterday. برافو يا حذيفة، علشان عندنا yesterday اختار الماضي. طب نمبر 2 يا نور، I didn't be plays. A. A. ايوه كده، I didn't play، علشان دايما didn't و did بيجي معاهم infinitive، فعل في المصدر. يبقى احنا شباب بفكركم ان احنا لو عندنا كلمة yesterday امس امبارح، كلمة last لو معاها بقى last week، last month، last year، ايا كان دي بتخليني اختار الفعل الماضي. اما كلمة ago يعني منذ، واللي بتيجي في اخر الجملة برضو بتخليني اختار الفعل الماضي. in the past يعني في الماضي. دي الكلمات اللي احنا اخدناها، number one yesterday، number two last، number three ago، number four in the past. لو شفت اي كلمة من الكلمات دي في الجملة بختار الفعل الماضي، الا لو كان في did او didn't. لو كان في did او didn't بنختار الفعل في المصدر infinitive. طيب مين شاطر يقول لي الجملة دي؟ انا زرت المتحف امس امبارح. يلا مين هيرفع ايده ويقول لي جملة انا زرت المتحف امس؟ نور رفعت ايديها، اتفضل يا نور. I visited the museum yesterday. برافو برافو يا اجمل نور. I visited the museum yesterday. I visited the museum yesterday. طيب انت يا اسيل قولي لي بقى النيجاتيف بتاع الجمله دي، انا ما زرتش المتحف امبارح. I didn't visited. لا بصي، I didn't احنا اتفقنا ان did و didn't نخلي الفعل بعدهم في المصدر، يبقى I didn't visit the museum yesterday. أستر شطورة، I didn't visit the museum yesterday. Thank you. You're welcome. خلي بالكم يا شباب عشان هخليكم تعملوا جمل زي دي. طب لو احنا عايزين نعمل جملة سؤال، هل انت زرت المتحف امبارح؟ طيب قولي يا لارين، انت عايزة تقولي هل انت زرت المتحف امبارح؟ Did you go to the museum yesterday? Visit. Did you want visit the museum yesterday? Did you visit the museum yesterday? لارين جميلة عملت سؤال، طب نجاوب عليه ازاي؟ Yes. Did or no? You didn't. شطار. I didn't. طيب يلا نعمل جمل جديدة. مين الشاطر اللي هيقول لي المرة دي؟ ما ترفعش ايدك غير لو انت عارف الاجابة. في ناس انا لسه ما سألتش وبيرفعوا ايديهم. انا اشتريت مجوهرات الأسبوع الماضي، last week. يلا مين اللي هيقول لي الجملة دي؟ اتفضل يا خديجة. I bought. برافو. I bought jewelry. I bought jewelry. Last week. Last week. Thank you. I bought jewelry last week. عايزين نعمل نيجاتيف للجملة دي بقى. أنا ما اشتريتش مجوهرات الأسبوع الماضي. أوكي يا حذيفة. I didn't buy jewelry last week. شاطر جدا،
علشان قال I didn't buy، جاب المصدر بعد didn't. I didn't buy jewelry last week. Last week. Excellent يا عزيز. Thank you. يلا مين الشاطر اللي هيقول لي بقى هل انت اشتريت؟ دي هتقولها لي خديجة الجميل. did you buy a jewelry last week? Jewelry last week. طب نجاوب ازاي بقى خديجة؟ Did you buy jewelry last week? Yes I do. Yes I did. Yes I did. Or no I didn't. No I didn't. برافو خديجة، جميلة جدا. Thank you so much. المرة دي بقى نعمل جملة جديدة، هنقول هي ذهبت إلى أسوان منذ يومين. منذ دي اللي هي ago. لما نيجي نقول منذ يومين هنقول two days ago. Two days ago. يلا شباب، في ناس ما بترفعش ايديها خالص ليه؟ يعني في ناس أنا عايز ناس جديدة. ليه هم الناس اللي عايزين يقولوا؟ عايزين نجدد. فين باقي الناس؟ قولي يا لريد. I went to Aswan. I went. قولي يا خديجة. انت هتقولي I. انت كمان يا حبيبتي هي مش أنا. She go. Go دي في المضارع مش في الماضي. قولي يا مريم. She went to Aswan 2 days ago. يا مريم يا عمر. She went to Aswan 2 days ago. She went to Aswan 2 days ago. برافو عليك يا مريم يا عمر. طيب كملي يا مريم، اعملي لي النجرب، قولي لي هي لم تذهب إلى أسوان منذ يومين. She didn't go to Aswan 2 days ago. جمال بقى، مريم قالت ايه؟ she didn't go، رجعت الفعل للمصدر بعد didn't، يبقى she didn't go to Aswan 2 days ago. طيب make a question، مين اللي هيعمل سؤال؟ هل هي ذهبت الى Aswan منذ يومين؟ تدريب. did she go to Aswan 2 days ago؟ برافو عليك. did she go to Aswan 2 days ago؟ هل هي راحت أسوان منذ يومين؟ ونجاوب نقول إيه؟ Yes I did know. Yes she did. أو no she didn't. ده كلام جميل جدا. طيب أنا عشان عايز أسأل كل الناس بقى، الناس اللي ما بتجاوبش، مين الزوم ومش كاتبة اسمها أو مش كاتب اسمه ده؟ طيب قولي يا جودي. Yes, Mister. Did you wear where's wearing yesterday? What did you wear? برافو عليك. احنا قلنا لو شفنا did أو didn't بنختار infinitive مصدر. برافو يا جودي. طيب يا عبد الله. Yesterday she buys a new car. يا عبد الله. طيب ممكن أطلب منكم حاجة شباب؟ محدش يرفع إيده بقى بعد إذنكم، وأنا هخلي الناس يجاوبوا بالدور. قولي يا دارين. Yesterday she bought a new car. Bought علشان yesterday دي في الماضي. خديجة ياسر. We visited our grandparents last week. We visited علشان last دي بتدل على الماضي. اوكي يا مريم. We played baked visited a birthday cake. هو ده اللي بتبنيها. We baked a birthday cake. برافو عليك يا مريم. جودي. They visited, played, baked. عبد الله هو فتح. ايه يا عبد الله؟ قول نمبر 5 على طول لما اسالك يا عبد الله. اوكي. Visited. They visited or played or baked the bazaar yesterday. Play. طيب يا ريتال ركز يا عبد الله وشوف زميلتك هتجاوب ازاي. مستر انا لسه طاغله دلوقتي كنت في مشوار. اسيل. they visited played baked the bazaar yesterday. they visited. برافو عليكي. the bazaar yesterday. the bazaar عشان هنا مزاروا البازار امبارح، ما ينفعش نقول هم لعبوا البازار. يا عبد الله. ياسين صديقي. I play. مش العيال ده ملك والنبي.
I played. برافو عليك. I played with my cousin. أحمد شريف. They buy a necklace. Bought. لا يا حبيبي الماضي من باي مش بايد. احنا قلنا لازم نحفظ الافعال كويس يا احمد. ماشي. طب شوف لي الماضي من باي ده لازم تحفظ الافعال كويس يا ياسمين. They bought a necklace. اشطر شطورة برافو ياسمين. They bought a necklace. سنت. يا معان. My mother cooked the breakfast. عايزين cook دي في الماضي نعمل ايه؟ cooked. cooked نحط لها ed. يبقى my mother cooked the breakfast. دارين. We bake a cake. دارين. We bake a cake. عملنا لها دي وحطيناها في الماضي. We baked a cake. هنا هنحط circle على الأفعال اللي في الماضي. Visited. Traveled. We saw. Saw الماضي من see يرى. We looked الماضي من look ينظر. They were الماضي من are يكون. Where كان. Was الماضي من is. Bought الماضي من buy يشتري. Had الماضي من have يمتلك. نعمل circle كده. وانت طيب اكسكيوز مي ثانية واحدة شباب ماشي ده كمان عاملة ايه؟ لساوند طيب جمال معلش ان انا اشوف لي مذكرات عايزها 1 ولا 2 الاثنين شوف لي مذكرات كي جي 1 وكي جي 2 كده مش انا خبطت ولا حموش لا عادي ولا خبطت الجامعه ما قعدت بس تعملهم لك عشان لو غالبا مش هلاقي غرفه ايوه للاسف هتبع مش ما فيش موجود هتبعهم هتحاسب يعني أنا كده كده عادي يا ستي والله العظيم هتبعلك هبعتهم لك بي دي اف وهطبعهم لك عشان بس ما تطبعيش انت عشان انا هطبعهم خلاص النهارده ايه؟ الاثنين يوم الاربعاء خلاص تمام خلاص ماشي ماشي انتوا طيبين بس حاجه بالباب تعالى شباب بقى هنا يا مريم اول سؤال what did you do yesterday what did you do برافو what did you do yesterday مؤمن We spaced to Alexandria. Bazaar. So we bazaar Alexandria is there in fact. Traveled to Alexandria. We travel to Alexandria. سافرنا اسكندرية. طيب خديجة مصطفى رتبي لي الجملة دي يا خديجة. I love the museum. I love the museum. Bravo. I love the museum. I love the museum. حذيفة. What? طيب what did you? What did you? Last weekend. في كلمة كمان. What did you eh? Do. What did you do? Last weekend. كان. ماذا فعلت في عطلة الأسبوع الماضي? What did you do last weekend? What did you do last weekend? Okay. عندنا هنا كلمة perfume. عبد الله could you spell perfume وانت يا ديما بعده يلا عبد الله perfume طيب قول يا ديما perfume مش عارف ليه دايما عبد الله لما بقول له يجاوب ما بيجاوبش E or F-U-M-E F-U-M-E برافو perfume يا عبد الله قول انت market يا عبد الله طيب market مستر قول market Market M A R K T E K E T Market Larin Bazaar B A Z A R B A double A R Yes, good job, Noor. Yes, Mister. I traveled to Luxor last winter. Bravo عليكي. I traveled to Luxor last winter. أنا سافرت الأقصر الشتاء الماضي. يلا يا أسيل. Mom put four jewelry. لا. Mom put يعني ماما وضعت. Spices on the food. Spices يعني توابل. Mom put spices on the food.
يعني ماما وضعت توابل على الطعام. أحمد شريف, you find markets. You find did you do. هنا حبيبي هنا you find markets الأسواق دي بتبيع إيه؟ For jewelry. For jewelry. ياسين, what did, قولي يا ياسمين, what did. What did you do yesterday. برافو عليكي. What did you do yesterday. ياسين. ما مستر. They, number one. They visited. اوكي جميل, برافو ياسين. عشان مستر. رتال, where, when, what did you do yesterday. What did you do yesterday. برافو. ماذا فعلت بالأمس. جودي, did she likes the present. Did she like. Like. أول ما نشوف did أو didn't دايما نعمل الفعل في المصدر. Did أو didn't نعمل الفعل في المصدر infinitive على طول. معاذ, I went, go, goes to خان الخليلي yesterday. Go. لا ما ينفعش go طالما في yesterday. أحمد شريف, number four. Four, when. ليه اخترت went يا أحمد؟ عشان في yesterday. Yesterday يعني أمس, امبارح. يبقى أنا أختار ذهب الماضي, went. برافو عليك. دارين, she traveled, visited, baked a cake. She baked a cake. Baked. She baked a cake. خبزت كيك. احنا قلنا ما حدش يرفع ايده عشان مش هشوفه. خديجة, خان الخليلي is in the heart. Heart. In the heart of old Cairo. برافو. خديجة مصطفى, we will find cafes to have spice coffee perfume. To have coffee. Yes. هنروح الكافيهات نشرب كافي. يا رتال, what do did does you do last night. Did. What did you do last night? Bravo. Yasin, they? Yes, mister. They didn't. Bravo, they didn't. علشان mister. نعم ياسين. حضرتك في الصفحة اللي انت بتختار فيها اللي هو الحاجات اللي فاتت بوست, في البوست في حاجة انت ما عملتهاش yesterday. اي صفحة يا حبيبي؟ اللي كنت بتختار فيها اللي هم اللي يعني في الماضي, اللي كنت بتختار فيهم اللي في الماضي. هي دي الصفحة اللي فاتت ده, حلينا كل حاجة فيها. مريم, ثانية مريم, where did you travel. Travel. علشان في مين؟ did. مؤمن, I made fantastic pasta last Friday. I made. علشان دي الماضي عشان خاطر كلمة last. نور, I a great day yesterday. Yes, mister. I had. I had. Bravo. علشان yesterday. I had a great day yesterday. Bravo. أحمد شريف, we went both looked at the flowers in the park. Both. لا يا حبيبي ركز, مفيش حاجة اسمها at. Went. مفيش برضو went at, هي looked at. We looked at the flowers, يعني نظرنا إلى الزهور, in the park, في الحديقة. مفيش, ما ينفعش أقول went at, ذهب. نقول went to, ذهب إلى, يعني went to. Both. اشترى, نقول بعدها الحاجة اللي اشتراها على طول. looked يعني نظرة, نقول looked at يعني نظرة إلى. يبقى we looked at the flowers in the park, نظرنا إلى الزهور في الحديقة. دول homework, وقلت لكم المرة اللي فاتت يا شباب لو حبينا نقول جملة على دي هنقولها ازاي. مين يقول؟ قول يا حذيفة. اتفضل يا حذيفة, هتقول لي انت جملة على number one دي. I went to Khan Khalili last week. حلو قوي. I went to Khan Khalili last week. Last week. I went to Khan Khalili
last week. حلو قوي جميل. قولي يا ياسمين قولي لي جملة هنا بقى. I visited the bazaar. هنا ماشي دي الأولى ممكن نقول I visited the bazaar. أنا هنا عايز أقول أنا اشتريت مجوهرات. I bought the من غير jewelry. I bought jewelry. Jewelry. ممكن نقول امبارح I bought jewelry. Yesterday. Yesterday. Thank you ياسمين. خديجة عملي لي لا مفيش punctuation كده. هناخد الدرس الجديد بيتكلم عن phonics سهلة وظريفة جدا. PR princess. يلا ننطق شباب مع بعض princess. مش عايز بقى لاي حد بيقول princess. لا بنقول ازاي princess. 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 Yes. ممكن نقول عليها جمل بقى اللي هي العادية خالص. This is a princess. This is a princess. This is a princess. This is a princess. I can see 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 a princess. دي جملة جميلة بقى. نقول إن الأميرة لابسة فستان جميل. The princess. The princess. Is wearing a beautiful dress. Is wearing a beautiful dress. The princess. The princess. Is wearing a beautiful dress. Wearing a beautiful dress. يبقى أنا هنا شاورت عليها قلت this is a princess. I can see a princess. وقلنا the princess is wearing a beautiful dress. Okay. دي أول كلمة عندنا princess. Present. 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 This is a present. This is a present. نكتب يا شباب نكتب يا شباب جمل على كل كلمة. Hold your pen and write some sentences. امسك قلمك واكتب عليها بعض الجمل. هنقول مثلا it's a present. It's a present. انا هشوف الجمل دي في الهومورك يا شباب. It's a present. It's a present. This is a present. This is a present. لو انا عايز اقول ما انا اديت ماما هدية أقول إيه بقى؟ I gave my mother a present. I gave my mother a present. طب عايز أقول بابا إداني هدية يبقى أقول my father gave me a present. Gave me a present. يبقى إحنا قلنا it's a present. This is a present. I gave my mother a present. My father gave me a present. كمان عندنا price. 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 السعر. Price. لو احنا السعر 45 جنيه نقولها ازاي؟ هنقول the price is. The price is. The price is 45 pounds. The price is 45 pounds. أنا عايز أقول السعر كذا all the prices وبعدين أقول السعر على طول. Printer. Printer. ننطق يا أحمد. Printer. 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 Yes. والشاطر عارف إن أنا في كلمة printer دي الآن لما بيجي بعدها تي ممكن أخلي التي silent فممكن ننطقها printer. 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 ولو حبينا نعمل عليها جمل يا شباب This is a printer. This is a printer. It's a printer. It's a printer. I can see a printer. I can see a printer. لو عايز اقول انا امتلك طبعة هقول I have a printer. I have a printer. او لو عايز اقول عندي طبعة جديدة I have a new printer. I have a new printer. طب لو عايز اقول ان بابا عنده طبعة My father has a printer. I have a new printer and عندي طبعة جديدة. My father has a printer. بابايا عنده طبعة. يبقى دي كلمات PR princess present price printer. وهناخد بقى كلمات BR المرة دي B for book. Bracelet. 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 جميل. أقول عليها الجمل الطبيعية بقى. It's a bracelet. It's a bracelet. This is a bracelet. This is a bracelet. I can see a bracelet. I can see a bracelet. حلوة أوي.
طب انا عايز اقول الاميره ترتدي اسوره. يلا شاركوا معانا يا شباب، يلا كلنا نشارك. هنقول الاميره ترتدي اسوره. طيب يا حبيبتي بقى نقول the princess is wearing a bracelet. The princess is wearing a bracelet. The princess is wearing a bracelet. I have a bracelet. أختي تمتلك إسورة. My sister has a bracelet. احنا قلنا ايه؟ قلنا it's a bracelet. This is a bracelet. I can see a bracelet. The princess is wearing a bracelet. I have a bracelet. My sister has a bracelet. The bracelet. عندنا كمان brush. Brush. It's a brush. This is a brush. I can see a brush. Branch. Branch. This is a branch. It's a branch. I can see a branch. There is a branch. Broom. Broom. This is a broom. It's a broom. I can see a broom. تعالوا نقول أنا بستخدم المقشة علشان أنظف أوضتي. بص الجملة دي جميلة أوي. I use the broom to sweep my room. أنا بستخدم المقشة علشان أكنس أوضتي. الجملة هتقولها إزاي؟ I use the broom to sweep my room. يلا نقولها. I use the broom to sweep my room. I use the broom to sweep my room. I use the broom to sweep the my room. I use the broom to sweep my room. I use the broom to sweep my room. يعني ايه؟ يعني انا بستخدم المقشة علشان اكنس اوضتي. يبقى دي broom. عندنا كمان bread. This is bread. I like bread. I have bread for breakfast. Brown. It's brown. ممكن نقول brown. اللون ما تحطش معاه يعني مثلا اقول I like brown. ما اقولش I like brown. Okay. I like brown. This is brown. It's brown. ممكن اقول ان اللون البني هو المفضل عندي. اقول my favorite color is brown. My favorite color is brown. يبقى دايما مش هنحط ولا ان للون. Like brown, it's brown, this is brown, it's brown, my favorite color is brown. لما نلاقي جملة مثلا this is a brown printer. لما يبقى عندي مثلا طبعة لونها بني فأشاور عليها وأقول إيه؟ This is a brown printer. واحد يقول لي يا مستر مش أنت قلت اللون ما بنحط لهوش اللي مركز بقى، لكن هنا مش بتاعت براون، هنا بتاعت برينتر، لأن الاسم المفرد لازم بنحط قبله أو آن، يبقى هنا مش لبراون. This is a brown printer. قرينا الكلمات والحاجات دي هتبقى homework. Capitalization طبعاً أسماء المدن والدول والأماكن المشهورة بتبدأ بحرف capital. مثلاً ده اسمه ده Sphinx اللي هو أبو الهول، لازم يبدأ بأس كابيتال لأن ده مكان مشهور، أو الأثار عموماً بتبدأ بحرف كابيتال. لوكسور ميوزيوم معبد الأقصر ده برضو يبدأ L كابيتال و M كابيتال لأن دي famous monument أو famous place مكان مشهور. جيزا زو
ده مكان مشهور حديقة حيوان الجيزة تبدأ جي كابيتال وزي كابيتال. هنا هقول لأحمد شريف مثلا يعمل لي punctuation. We went to the pyramids of Giza. يبقى هنبدأ ب W capital. Giza. We went to. حط في الستوب. هنغير ايه يا احمد؟ انا غيرت التو والوينت. لا خالص يا احمد انت كده مش فاهم اللي انا بقوله. هنغير ايه هنا يا خديجة؟ ركز يا احمد عشان تفهم احنا قصدنا ايه يا حبيبي. Yes mister. بيقول we went to the pyramids of Giza. We went to the. عايزين نعمل punctuation. Pyramid of Giza. ها هنعمل ايه هنا؟ We will write pyramid. اوكي بيراميد هتبقى بي كابيتال لان ده فيموس بليس مكان مشهور بيراميد okay. الاهرامات اوف ايه ثاني يا خديجه اوف الجيزه جيزه جيزه مارك ستارت وذ جي كابيتال يس ذن وي رايت ا فول ستوب يس ات ذا اند وي بوت ا بيريود اور فول ستوب بيكوز اتس ا سنتنس نوت ا كويستشن لان دي جمله مش سؤال يبقى بناخد بالنا شباب لو عندنا مكان مشهور أو آثار بنبدأها بحرف كابيتال. لارين I visited the Egyptian museum yesterday. The I capital. Okay. The S capital. عندنا Egyptian museum اللي هو المتحف المصري. ده مكان مشهور. E capital. يبقى E في Egyptian. Capital. E capital. وإيه كمان؟ والM كبيرة في الميوزيوم. M Museum yes عشان على بعضه كده Egyptian Museum المتحف المصري yesterday و at the end we put a period or full stop because it's a sentence not a question لأن دي جملة مش سؤال يا ديما ديما I saw the Sphinx last week I capital I capital so that Sphinx اللي هو أبو الهول هنعمله S capital لأن أسماء الآثار زي ما قلنا والأماكن المشهورة لازم تتعمل بحرف capital I saw Sphinx last week هنحط إيه at the end we put a period or full stop a period or full stop لأن دي جملة مش سؤال يا نور The Luxor Museum has many beautiful monuments The C capital Okay Luxor L capital. Bravo. Luxor L capital. Museum M capital. وميوزيوم M capital لأن Luxor Museum معبد الأقصر ده مكان مشهور ومكان أثري لازم يبدأ بحروف capital. Has many beautiful monuments يعني في آثار جميلة جدا many beautiful monuments بس يا لارين وat the end we put full stop. Full stop. The Luxor Museum has many beautiful monuments. معبد الأقصر فيه آثار جميلة كتيرة. ياسمين, you can buy presents at خان الخليلي in Cairo. الواي بتاعت you. You can buy presents. تستطيع شراء الهدايا من خان الخليلي. برافو. K عشان ده مكان. نبدأه بكابيتال لتر. خان ال والسي بتاعت كاير وكمان لسه كي في خليلي واخدين بالنا يا شباب من الحاجات اللي بتتغير في خان الخليلي كي اي كي خان الخليلي ان وقالت لي سي في كايرو لان كايرو اسم مدينه a name of a city و at the end we put a period بنحط نقطه في نهايه الجمله I want to visit Cape Bay Fort. Cape Bay Fort دي اللي هي شباب قلعة قايد باي. اسمها Cape Bay Fort. Cape Bay Fort. نعمل Q capital و F capital ل Cape Bay Fort اللي هي قلعة قايد باي. طبعا I capital في بداية الجملة. يبقى أقول I want to visit. أنا عايز أزور كيت باي فورت قلعة قايد باي in Alexandria عندنا هنا Alexandria a city مدينة ونعملها A capital و at the end of the sentence we put a period or full stop يبقى أنت خلي بالك من الآثار كويس قوي هنا شباب قلنا كيت باي فورت اللي هي قلعة قايد باي خان الخليلي ده اسم مكان
عندنا لوكسور ميوزيوم اللي هو معبد الأقصر، عندنا سفينكس أبو الهول سفينكس، عندنا The Egyptian Museum المتحف المصري، Pyramids of Giza أهرامات الجيزة، ناخد بالنا كويس. وعندنا مثلا كايرو تاور برج القاهرة كايرو تاور. دي أهم الحاجات اللي أنت لازم تكون عارفها عشان بتتغير لكابيتال. أنت هيبقى عندك هنا هومورك 86 دي آخر حاجة عندك في الـ، لا لسه في لحد 87 كمان 87. بالنسبة للبوكلت، البوكلت يا شباب هيبقى عندك فيها هومورك لحد كام؟ 84 صح ولا إيه؟ لا لسه ده خدناه صح؟ لا ده معانا، ده كمان معانا اهو 90 في البوكلت، هيبقى آخر حاجة 90 البوكلت 90 والكتاب 87. دي آخر حاجة النهاردة في السيشن. Our session has come to the end and when we finish we always say goodbye. Goodbye. Goodbye.